وفي آخر هذه الآيات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. فنساء جميع الأنبياء مصونات عن الوقوع في الفاحشة حماية لجناب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولهذا كفروا من طعن في عرض عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه. وكفروا من لم يكفره، فلو أن واحدا يتهم أم المؤمنين بالفاحشة وتوقف أحد في تكفيره يكفر، يقول أنا لا أكفر أو منع تكفيره يكفر بعد بيان الحجة له، لأن هذا رد للقرآن. وليس هذا خاصا بأم المؤمنين، فعلى الصحيح يلحق بها سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أن الحكم واحد، الطعن فيهن بالفاحشة كفر. وكذا سائر أنبياء الله، فليس هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، الحكم واحد. لذا قلنا إن القول بأنه ابن زنية قول شاذ، خالف الإجماع وخالف ما دلت عليه الأدلة من حماية الله عز وجل لجناب أنبيائه. ونعم النبي صلى الله عليه وسلم قد يضرب، ولكن هذا ليس في ما يتعلق بالزنا وما يتعلق كذلك أيضا بأنه جناب عرضه، لا، هذا من باب الأذى الذي يرفع الله به درجاته، كأني أنظر إلى نبي ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد يؤذى وقد يشتم وغير ذلك مما يحصل له من الأذى من أعداء الله. أما عرضه في أهله أنها تكون على خلاف الطيب وخلاف الصيانة، هذا خلاف الإجماع. ماذا من أي وجه؟ من حيث العرض، يعني من حيث الصيانة، من حيث الصيانة لا من حيث الأذى، يحمل على الصيانة، صيانة العرض والنزاهة عن هذا الجانب. أما الأذى فقد يحصل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم حصل له أذى من أزواجه. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هذا الأذى يحصل الأنبياء كثيرا من أقارب وأباعد، إنما الكلام على الصيانة مجمع عليها، صيانة العرض.